الفيديو ده عشان خاطر لو حصل معاك المشكلة دي تعرف تتصرف فيها ازاي. تصرف غريب حصل من الكوكتيل مع البيض بتاعه، مش عارف هل ده بسبب ان احنا فتحنا العش ولا ايه الحكاية. ده هيكون موضوعنا ان شاء الله اللي هتكلم معاك، لان في ناس بتبقى مش لاقي تفسير لموضوع البيض اللي بيتكسر وبيترمى. فهوريكم دلوقتي كده حاجة جديدة وهتكلم معاكم. ولكن في البداية بذكرك لو لسه اول مرة تشوف القناة بتاعتنا، ما تنساش تنضم لأسرتنا الغالية عن طريق الاشتراك في الزرار الاحمر اللي موجود تحت، اشتراك او سبسكرايب. وما تنساش تعمل لايك على الفيديو عشان تحمسنا وننزل كل يوم فيديو جديد. هنتناقش سوا يعني كده في الحاجات اللي بتقعد تحصل من تصرفات الكوكتيل. يلا بينا نبدا كده نتفرج سوا. اول حاجه معانا الزوج بتاعنا الالبينو اللي كان حاط بيضه من كام يوم. احنا مظبطين له كل حاجه ومجهزين له المكان، ولكن في حاجه غريبه حصلت معانا اهيت ان لقيت ان الانثى حطت بيضه بره. طيب ايه السبب اللي يخليها تحط البيضه هنا؟ هو ده اللي هندور عليه. هي عماله بتحاول تحرك فيها ايه. احنا مش هنستنى بقى على طول، هنبدا نشيلها دلوقتي عشان ما نخشش مع الطير بتاعنا في مشكله تانية. يلا بينا يا ابطال. اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نحطها هنا كده في الجنب ونبدا بقى نبص عليها كده، خليها احسن كده قدام عينينا في الحته ديت. الزوج بتاعنا هو موفرين له كل حاجه، الاكل والتغذيه والميه وكل حاجه تمام التمام. ايه اللي يخلي الزوج يحط البيضه على الارض او يحصل كده؟ الموضوع كله هيتلخص في انك لما تفحص البيضه وتبص عليها ومن خلال اللي موجود قدامك هتقدر تعرف هل البيضه دي مكسوره بالقصد، يعني العصفور قاصد ان هو يكسرها، ولا غصب عنه والانثى وقعت منها. هنبص كده على البيضه، بصوا البيضه مغبوطه خبطه من هنا نتيجه وقوعها على السلك. طيب انا عرفت ازاي؟ هقرب لكم شويه كده، ثواني بس كده نظبط الفوكس الاول. اهيت، بصوا اظبط يا عم الفوكس اهي. شايفين الشرخ ده عامل ازاي؟ الشرخ مستقيم. فالشرخ المستقيم دوت معناه ان الانثى حطت البيضه وهي كانت واقفه على الاكاله او كانت واقفه على القفص وبتتنقل من مكان لمكان، واثناء نقل الانثى من مكان لمكان البيضه خرجت منها مع الفضلات بتاعتها، وبعد ما البيضه ما خرجت منها بدات البيضه تنزل السائل الزلالي اللي جواها على الارض. طيب هو فين السائل الزلالي ده؟ هوريه لكم دلوقتي حالا اهوت. اهو بصوا كده معايا، ثواني طلع الضرب شويه اهو. السائل الزلالي هو اللي لونه اصفر دوت اللي وقع من البيضه. طبعا البيضه طالما انشرخت او انكسرت او حصل فيها حتى ولو ثقب صغير ما ينفعش خالص انك ترجع البيضه للزوج تاني، ولازم تفحص الزوج بتاعك وتبص عليه هل في اي مشاكل، هل في اي اثار للبيض جه على جسمه ومحتاجه ان انا انضفها له. طيب هو انا لو جاء في زلال على جسم العصفور هو لازم ان انا انضف جسم العصفور؟ اه لازم. طيب ليه؟ ابصوا ده الانثى هيت وده الذكر، هتلاقوا في انتفاخه موجود عليها هيت اهو، شايفين المنطقه منتفخه عندها، لكن عند الذكر المنطقه مصفوطه او داخله لجوه او طبيعيه، لكن في انتفاخ او زياده عن الطبيعي. ده عشان المدام حامل لسه، ربنا يكرمها ان شاء الله وتكمل وضع بيض. البيضه اللي وقعت واتكسرت منها ديت كانت امبارح على كده، بسبب ان المفروض الانثى بتحط بيضه يوم ويوم، فاحنا كنا مصورين الفيديو بتاعنا كان من 3 ايام تقريبا، فهي لما جابت البيضه دي يبقى البيضه دي كانت نازله امبارح، هي كانت كده جابتها تاني يوم. طيور الزينه او الكوكتيل او اي عصفور عامه ما بيحطش بيض كل يوم، بيحطوا بيضه يوم ويوم، او يوم يحطوا بيض ويرتاحوا يومين وبعدين يحطوا بيضه ويرتاحوا يومين تانيين. في طيور تانيه ممكن ترتاح 3 ايام فاصل ما بين كل بيضه والتانيه. طيب انا كده دلوقتي عرفت المشكله اللي موجوده معايا ايه. المشكله اللي موجوده معايا ان الانثى ما لحقتش تحط البيضه في المكان بتاعها الصحيح، اثناء ما كانت بتحاول تقضي الحاجه بتاعتها العصفور بيجمع فضلاته وما بيعملهاش جوه العش، بيعمل فضلاته خارج العش. فاثناء ما العصفور بيقضي حاجته او بيخرج الزرق او بيعمل الفضلات
بره العش، البيضة وقعت من الأنثى وهي ما لحقتش نفسها. طيب في أي تصرف أعمله مع الأنثى بتاعتي عشان المشكلة دي؟ لا، ولا أي حاجة مطلوبة منك. كل اللي عليك بس إن أنت أول ما تلاقي البيضة وقعت كده بره تشيل البيضة على طول وترميها. طيب لو كانت بقى البيضة سليمة، هبص على البيضة داير ما يدور وأتأكد إن مفيش فيها أي كسر أو أي شرخ، في الحالة دي أرجعها العش. طيب لو كانت مشروخة شرخ صغير، هل ده يمنعني إن أنا أحطها؟ طب مفيش أي زلال بيطلع منها؟ اه برضو ده يمنعك انك تحطها. طيب ليه هندسة بتقول كده؟ لان بكل بساطة لما الانثى ترقد على البيضة بتقلي جسمها، الشرخ الصغير ده هيفتح وهيبقى شرخ كبير هيعمل لك مشكلة كبيرة جدا داخل العش، وكنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان الزلال لو وقع من العصفورة على البيض اللي موجود هيسد مسام البيض التاني وهيخلي البيض اللي موجود الباقي يلزق في جسم الأنثى أو الذكر أثناء الرقاد عليه، لأن في الكوكتيل الذكر بيشارك الأنثى في الرقاد على البيض. هو تقريبا عاوزين يتزوجوا، فأنا هبعد. كانوا بيعملوا سلوك كده زي ما يكونوا هيتزوجوا. خلاص هما كده إيه، لقوني ببص على البيض وبشيلها، فقلقهم خرجوا بره العش وبعدين هيرجعوا بقى يخشوا تاني يكملوا رقاد على البيض. المفروض الانثى هي اللي بتخش ترقد على البيض والذكر بيقعد يستناها بره. ولكن برضو في حاجه عاوز اقول لكم عليها، انا في اول عش لاي زوج ما بنتظرش منه اي انتاج، زي الفيديو كده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه او الصبحيه بتاع الكلبش. فانا مش مستني من الزوج اي انتاج بالاخص في اول دوره، لان اول دوره بالنسبه للطير دي حاجه العصفور لسه بيبدا يكون خبره ويبدا بيكون ثقافه عن احتضان البيض ورعايه الفروخ والرؤاد والحاجات دي كلها بالترتيب، فما بنتظرش منه اي انتاج. العش اللي بعديه هو ده اللي بيكون بالنسبه لي بقى ايه، ده المقياس اللي بقدر احكم عليه هل العصفور اتحسن عن الاول ولا لا. يعني العش الاولاني مثلا جالي فيه زغلول، يبقى العش التاني المفروض يكون على الاقل من 4 لـ5 زغاليل. طيب ليه؟ لان العصفور كل عش المفروض خبرته بتزيد، ومع الزياده الخبره دي المفروض الانتاجيه كمان بتاعتي بتزيد. طيب لو طلع عندي اول عش 4 5 زغاليل، خلاص خير وبركه، هقول لا يعني؟ فهي بتبقى بس فروق فرديه بين كل عصفور والتاني. الانثى هي خرجت بره العش قاعده بره، ولكن الذكر خرج وراها كان عمال بيضربها. هو التصرف ده بيعمله مش عداوه منه، لا ده هو كده بيحاول يجبرها ان هي تخش جوه العش وما تفضلش واقفه بره عشان تحضن البيض ترقد على البيض. فدي حاجه كويسه من الذكر، ربنا يكرم ان شاء الله. ونبدا كده نتابع مع الزوج حاجه بحاجه لحد ما ربنا يكرم كده ويكون عندنا زغاليل ونمتعكم بالفرجه عليها باذن الله عز وجل. الفيديو ده عشان خاطر لو حصل معاك المشكله دي تعرف تتصرف فيها ازاي. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه لو كنت لسه ما شاركتش. اسيبك على خير في رعايه الله.